مارس اللي كان نداء وطني من اجل صحراءنا المغربيه. في جمله قالتها لي واحد القاوريه هذه 11 عام، قالت لي انتم المغاربه متدابزين بيناتكم وحقوقكم مهضومه، ولكن ملي يجي البراني يمس بلادكم غير بكلمه واحده كيلقاكم واقفين ضده يد واحده. وفعلا لبينا النداء الوطني وتهضمات حقوقنا ملي رماونا في زايو وطفاو تليفوناتهم على الجمعويين وما كلفوش نفوسهم باش يوفروا الكار حتى جوج جدارمية ولا جوج بوليس يسهروا على حمايتنا. أطفال وشباب، أمهات ونساء بقاو في البرد بلا حراسة، كاين اللي سعفوا الحظ وصل للرباط ولو متأخر، وكاين اللي بقى حتى الصباح في زايو وخلصوا من جيوبهم باش يرجعوا الأحفير. زيد عليها التاكسيات اللي رماو صحاب أحفير في بركان مع الجوج ديال الليل وخلاوهم يدبروا لمحاينهم. انتوما كمسؤولين عن عمالة بركان بغيتوا تكرهونا في بلادنا بتصرفاتكم اللاوطنية، ولكن حنا ما عمرنا نكرهوا بلادنا. يحيى المغرب ويموت الفساد. الشعب يريد إسقاط الفساد.